اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. صباح الفل، صباح الهنا، صباح السعاده. النهارده كده هعمل فطار خفيف قبل ما نبدا الروتين اليومي بتاعنا. دي قرص ساده هنعملها، هدهنها حشيه جبنه اهو مع كوبايه شاي كده بحليب، حاجه خفيفه يعني. احنا مش عايزين ايه نتقل في الفطار عشان نقدر ايه نشوف اللي ورانا. مع كوباية شاي، أنا بحب الفطار الخفيف يا جماعة. الفطار الخفيف بيخليكي يعني إيه نشيطة، تقدري تعملي إن أنت إيه وراك في يومك عايزه تخلصي شغلانه فعلا. ما بقى انما بقى اللي بحب القرص الساده دي، منها قرص ومنها ايه ممكن زي تقدري تعمليها تحشيها اي حاجه انت عايزاها، لانشون، جبنه رومي، جبنه بيضة، اي نوع اللي انت عايزاه تحطي فيها تحطيه لك ولولادك، وبتبقى سهله. انا لسه جايباها والله امبارح، بس ما شاء الله طبعا ايه الجو حر، انا حطها في الفريزر وبطلعها تفك قبل الايه قبل الفطار بتاع ساعه ساعه كده، بترجع زي ما هي بالظبط كانك لسه جايباها من حالا يعني. اهو هصب مع حضراتكم الشاي بقى. معلش يا جماعه التليفون وانا بصب الشاي الحليب لقيته مش بيسجل تقريبا، هو التليفون زعلان بيقول انا عايز افطر. انا برده مش هتفطروا لوحدكم، فانا هنا طبعا صبيت الشاي بحليب ورصيت الطبق بتاع سندوتشات الجبنه. يا ريت تقدموا لاولادكم ولاهل بيتكم احلى ما عندكم. طلعي من الصين بتاع النيش، طلعي من الصواني بتاعت النيش، ما تبخليش على بيتك. التقديم عليه عامل كبير قوي يا جماعه، العين بتاكل قبل البق، فحاولي تكوني تقدمي لاولادك او اهل بيتك وجوزك احلى ما عندك، وقدمي في احلى ما عندك من الاطباق والصواني والكوبايات، لان ربنا يدينا الصحة ويديكوا طول العمر. استخدمي حاجتك، افرحي بيها، افرحي بيها، وان كسرت يبقى خلاص ده عمرها وده اجلها، فنجدد مفيش مشكلة على قد استطاعتنا، ما نكلفش نفسنا فوق طاقتنا. وده كان فطار خفيف جدا، حاجة خفيفة كده على الصبح. ربنا يا رب يعطينا جميعا الصحة والعافية احنا وكل المشاهدين. يا ريت ما تبخلوش بأحلى لايك وشير في حق ده الصباح المفترج، واشتراك في القناة وفعلي زر الجرس عشان يصلك كل ما هو جديد. صباحكم زي العسل، صباحنا وصباحكم مليء بالذكر والسعادة والرزق الحلال والصحة وراحة البال. بحبكم في الله، تفضلوا معانا. طيب باي.